وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد أحمد الجامع القائم بأعمال مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء. أهلا بك سيد أحمد في نشرة الأخبار، ولو تحدثنا أكثر عن هذا التطوير. بداية نود أن نشكركم على هذه الاستضافة. طبعا تعمل هيئة الكهرباء والماء بصورة مستمرة على تطوير خدماتها المقدمة للمشتركين بهدف تعزيز تجربتهم مع الهيئة، تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية. استطاعت الهيئة تطوير 21 خدمة موجهة لجميع المشتركين. طبعا استندنا في الهيئة خلال تنفيذنا لهذه الخطة التطويرية على استراتيجية ترتكز بشكل رئيسي على تقديم خدمات مطورة بكفاءة عالية لجميع المشتركين، حيث عملنا على تحسين كفاءة العمليات وتعزيز جودة الخدمات من خلال تقليص المدة الزمنية وأيضا تقليل المستندات بنسبة 50% أو أكثر، وإضافة إلى زيادة نسبة التحول الإلكتروني في الخدمات وتقليل خطوات التقديم للخدمات الإلكترونية إلى 4 خطوات كحد أقصى. نعم سيد أحمد، كما ذكر الخبر فأن التطوير شمل 17 خدمة فنية للكهرباء والماء وثلاث خدمات مرتبطة بتوصيل الكهرباء والماء. ما هي أبرز جوانب التطوير في هذه الخدمات؟ نعم، التطوير شمل تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز طلبات هذه الخدمات، حيث تم تقليل مدة خدمة فحص عداد الكهرباء بنسبة 63% وخفض مدة استكمال طلبات التوصيل الجديدة بنسبة 30% للكهرباء و 25% لتوصيل الماء. كما حققنا نسبة 100% من التحول الإلكتروني في خدمة التشيكات الإلكترونية. وأيضا نعمل حاليا على تطوير مجموعة جديدة من الخدمات لتعزيز تجربة المشتركين. كما تواصل الهيئة جهودها المستمرة لمواكبة التحول الرقمي في جميع خدماتنا، مع مراجعة وتطوير الخدمات بشكل دوري لضمان تقديم خدمات عالية الكفاءة. أكد أيضا حرصنا على مواصلة الجهود لتطوير قطاع الكهرباء والماء في المملكة بما يعزز التنمية الاقتصادية والعمرانية. نعم السيد أحمد الجامع القائم بأعمال مدير إدارة خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، شكرا جزيلا لك.